إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم هنا من مدينة الناظور. احنا الآن أمام المستوصف الصحي، المركز الصحي مستوى واحد براقة الناظور. إذا كاين إقبال، كاين إقبال الحمد لله، كاين إقبال طبعا من طرف الناس اللي كيجيو يلقحوا. طبعا كاين واحد الفئة ديال الناس ديال المسنين، كاين اللي يلقح خارج وبخير أو على خير. إذا كما كتشوفوا في حضور الرجال الأمن والقوات المساعدة والناس ديال السلطات والسيد الباشا والسيد طبعا رئيس الدائرة والناس ديال الأعوان ديال السلطات. هنا بدأ المركز الصحي، المركز الصحي مستوى واحد براقة الناظور. إذا كما كتشوفوا معنا الآن بحضور رجال الأمن والقوات المساعدة والناس ديال السلطات المحلية، السيد الباشا والناس ديال الأعوان ديال السلطات. لأن كاين إقبال في جميع المراكز الصحية هنا في مدينة الناظور، يعني هذا مركز صحي الحضري مستوى واحد براقة الناظور. إذا كما كتبوا معنا الآن بحضور رجال الأمن القوات المساعدة والناس ديال السلطات المحلية في اللحظات في المركز الصحي في مدينة الناظور. طبعا كاين مراكز أخرى، كاين مراكز أخرى، كاين مركز سيد بحري، كاين مركز قاعة المغطاة، كاين مراكز أخرى هنا في مدينة الناظور، ستة ديال المراكز اللي كاينة هنا في مدينة الناظور، وكاين مراكز أخرى في إقليم الناظور، كاين فرخانة، باريتينو، زنغان، سلوان، بنينصر وإلى غير ذلك. إذا كما كتبوا معنا الآن رجال الأمن والناس ديال القوات المساعدة ولا الأمن الخاص، هنا بدا المركز الصحي الحضري مستوى واحد حي براقة. احنا غندخلوا للداخل. اذا كما كتشوفوا لما الواحد كيجي كيدخل هنايا طبعا خاصو يعمل التعقيم كيف غندير انايا، عملية ديال التعقيم. وطبعا والارتداء الكمامة، كمامة طبعا ارتداء الكمامة لأنه كما كتبوا معنا الآن هذا رجل طبعا هذو اللي غيتم التلقيح ديالهم الآن، هذا الرجل هذا وربما الزوجة ديالو على ما أظن. وهنايا في هذا المكان هذا، في هذا المكان هذا كاين واحد لي طابليت، طبعا كاين واحد طابليت هنايا لما كيجي الواحد كيحط لاكارت ناسيونال بطاقة التعريف الوطنية ديالو هنايا في هذا المكان هذا، ولما كيحط البطاقة ديالو كيشوفوا واش مسجل فهاد، إلا ما مسجلش راه ما يمكنليش يدير التلقيح، إلا مسجل راه غيدير ليه التلقيح. إذا هذه هي العملية اللي كاينة في هذا طبعا هو طابليت وكيسجلوا جميع المعلومات ديالو في هذه الكناش هذا. طبعا هو كيحط البطاقة الوطنية ديالو هنا، بطاقة التعريف، إذا شافوه مسجل طبعا في هذا الحي هذا راه غيتم التلقيح ديالو في هذا الحي هذا ديال فين كاين هذا المركز. إذا هذا هو مركز التلقيح، مركز الصحي المستوى واحد بالراقة هنا وسط مدينة الناظور. وطبعا كاين مراكز أخرى ديال التلقيح، على ما أظن كاين ستة ديال المراكز ديال التلقيح هنا في مدينة الناظور. وطبعا كاين مراكز أخرى ديال التلقيح في إقليم الناظور، فرخانة، باريتشينو، بنينصر، سلوان، زغنغان وإلى غير ذلك. Thank you.
إذا بحضور رجال الأمن والناس ديال القوات المساعدة والسيد الباشا ورئيس الدائرة والأعوان ديال السلطات طبعا اللي حاضرين في المركز الصحي المستوى واحد براقة هنا وسط مدينة الناظور. إذا كما كتابعوا معنا الآن يعني هاد الرجل المسن وهاد المرأة المسنة طبعا اللي غيتم التلقيح ديالهم في اللحظات يعني كيسجلوا المعلومات ديالهم هنا داخل المركز الصحي في وسط مدينة الناظور المركز الصحي المستوى واحد براقة. مرة أخرى كنبغيو نشكروا جميع الأطقم الصحية والطبية والناس ديال السلطات ورجال الأمن والقوات المساعدة والسيد الباشا مدينة الناظور والأعوان ديال السلطات اللي صاهرين على العملية وكيأمنوا هذه العملية ديال التلقيح هنا داخل مدينة الناظور وفي جميع المراكز ديال التلقيح. كاين إقبال ولله الحمد كاين إقبال على التلقيح من الناس اللي كيجيو من مختلف وطبعا ما نساوش الجمعيات والمجتمع المدني اللي حاضر حتى هو ومنخرط بقوه في المبادره هذه وانتفت انطلاق ديال العمليه ديال التلقيح واللي اعتى الانطلاقه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. مره اخرى نبغيو نشكروا جميع الاطقم الصحيه والطبيه والناس ديال السلطات ورجال الامن ومختلف الاجهزه الامنيه ونبغيو نشكروا ايضا المجتمع المدني هنا داخل مدينة الناظور وداخل المركز الصحي المستوى واحد براقة الناظور. إذا كما كتشوفوا هذا الرجل المسن وهذه المرأة المسنة اللي جاوا باش يديروا التلقيح واللي غادي يتم التلقيح ديالهم الآن في هذه اللحظات يعني مشاو غادي تسجل المعلومة ديالهم غادي يشوفوهم واش طبعا مسجلين محسوبين على هذا الحي هذا أو لا إذا ما محسوبينش على هذا الحي هذا راه غادي يصيفطوهم لمركز آخر غيتم التلقيح ديالهم يعني جميع المعلومات كتكون عندهم في ذاك الطابليت راه هو لحظة إذا كما قلت كاين مراكز أخرى كاين مراكز أخرى للتلقيح كاين 6 ديال المراكز هنا في مدينة الناظور وطبعا كاين مراكز أخرى في إقليم الناظور سلوان زغنغان العرويت ستوتيب تفرسيت ومراكز أخرى طبعا وكاين ديال البرنسر داريتشينو فرقانه. حنا الان كنتواجدوا في مركز الصحي مستوى واحد براقه هنا في مدينه الناظور يعني كما كتشوفوا حضور رجال الامن والقوات المساعده والناس ديال السلطات المحليه والمجتمع المدني لتامين هذه العمليه هذه عمليه التلقيح والحمد لله راه كاين واحد الاقبال كبير الحمد لله من طرف الناس اللي كيجيو ويديروا التلقيح ونبغيو نشكروا حتى المجتمع المدني اللي صاهر حتى هو لهذ العمليه ديال التلقيح طبعا Gracias.
يعني اكبر واحد، اكبر 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 واحد اللي تم التلقيح ديالو هو 111 ديال السنوات. اكبر واحد تم التلقيح ديالو في اقليم الناظور 111، يعني قرن و11 سنه. تبارك الله. يا ها يعني دابا خصكم تجمعوا 10 ديال الناس باش يمكن لهم عاد يمشيو يتلقحوا. دابا كاين من واحد هنايا؟ كاين ثلاثة ان شاء الله. ثلاثة. غنعطيكم الرقم لانه ما عرفناش شحال. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في،
كما كتابوا معنا الان احنا كنتواجدوا في المركز الصحي مستوى واحد براقه هنا وسط مدينه الناظور. كاين اقبال ولله الحمد كاين اقبال، يعني الناس جا ولا كاين اللي جا دار تلقيح مشى، وكاين بعض اللي كيجي مازال كاين اللي كيجيو من مناطق اخرى هنا